معايا ايمان، يلا بسرعه على طول عشان الناس مستنيه كتير قوي. ايمان حضرتك، يلا اتفضلي يا ايمان. اتفضلي يا ايمان حضرتك. اتفضلي. الحمد لله. طيب هو انا عندي مشكله كبيره لو سمحت. انا بقالي كتير بحاول اتصل بحضرتك. اتفضلي. هو انا اتجوزت من سنتين. اها. قصه حب. طيب. حصلت مشاكل كتير وبقالي سنه المفروض ان انا زعلانه ومفيش رجوع تاني. يعني احنا اتفقنا على الطلاق وهو موافق بس ان انا ابريه عن كل حاجه. في حمل عن... في حمل جه في واحد ايه؟ في حمل. انا معايا بنت. يعني خلفت بنوته. واتجوزته بعد حب فظيع. واغاني بقى حب ورسايل ومزدات ووحشتني ووحشتيني وحموت واتجوزنا. اتجوزنا. استني بس بالراحه، استني بالراحه بس، استني عليا بالراحه. احنا لما اتجوزنا والموضوع آلى وانتهى الى ما قلته الان من الطامه الكبرى وهي الطلاق بعد الهيام والموت والدبداب. علمي المشاهدين ارجوكي، مع ان انا متاكد ايه اللي حصل وعارفه كويس قوي، مش منك ولا عمري سمعتك، ولكن انا عارف الكلام ده كويس. لكن انت حضرتك تتفضلي مشكوره وتوعي البنات وتوعي الستات وتقولي لنا ايه اللي جرى لما اتجمعنا في بيت واحد واحنا لاف ال او في اي ال او اللي او في اي دبدوب عيد الحب. قولي لي ايه يا بنتي اللي حصل. انا كنت يعني موافقه عليه واهلي ما كانوش موافقين وانا عانيت. لا ماشي، احنا اتجمعنا ببيت واحد. ايه اللي خلى الحب يطير يا ضنايا؟ المشاكل وطلع يشرب ما كنتش اعرف. امال ايه يشرب ويتدردع كمان؟ والضرب ضربك ولا لسه ما ضربكيش؟ اكيد من زي حاجات كتير كتير ضربك. ضربك وكان قبل الجواز يقول لك ده انا اموت نفسي ولا اجرحكيش. بيفور قبل افتر، ده اسمه الهوى، اسمه الغريزه، اسمه الرغبه في شاور بس. لكن حب مين حب؟ يعني انت كده قبله. اساليني يا حبيبتي، اتفضلي قولي لي انت عايزه بقى تستمري. لا انا زعلانه من سنه، هو اخد مني الذهب بعد الفرح وقال لي شهرين واجيب لك. شفت الحب؟ خد الذهب واتصرف فيه. اتصرف فيه، اصلا ما كانش جايبه لي، ده كان اخوه مديهوله وبعد الفرح كان قال لي هاخده يعني، بس انا ما عرفتش الكلام ده غير قبل الفرح باذن. كان واخد الذهب زعيره يعني سلف. وبعدين خده. وقعدنا في شقه ايجار. طب زي بعضه ما بلاش الدهب كانه ما جاش. ما انت احنا اتجوزنا بعض عن حب، مش اشكال بقى انت تديني انا اديك. المهم الواد بيشتغل. بيشتغل كام يوم يعني يومين ثلاثه ويقعد وبيشتغل يعني. ولما جت البنت ما اتغيرش؟ بالعكس ده زاد. يا خبر اسود، يعني ما قالش البنت دي هتكبر وتبقى تقول لي يا بابا و... ما بيسالش عنها. ما وعايزه 40,000 لعبه وعايزه 500 ايه اسمها ايه مستر باستيكا ولا اسمها لبانه وهباء وحاجات ويا بابا وشخاليل ولعب وهتكبر وهتبقى عروسه وثلاجه وغساله وانتريه والحاجات دي بقى. لازم اخلي بالي من نفسي وربي. انا بقول له الكلام ده على فكره، انا مش هعيده تاني الكلام ده، المفروض هو يحط دماغه في راسه ويعمل. بس انا عايز اقول حاجه، انت دلوقتي بتقولي لي انك مصره، يعني انت بتقولي انا زعلانه. زعلانه دي في لغه بلدنا يعني ايه؟ غضبانه. بس ما اتطلقتيش. لا ما اتطلقتش. وبقالك سنه غضبانه. السنه وانت غضبانه ما بعتش مصروف؟ لا خالص. ولا للبنوته؟ لا. ولا اتصل موبايل وقال وحشتيني؟ لا، كان بيجي على اساس ان اصل احنا مشينا من شقه واتنين وتلاته ايجار وما كانش بيدفع ايجار. ايوه. بس ف اللي حصل بعد كده ان احنا مشينا من المكان اللي احنا فيه بسبب ان يعني اخر حاجه اوضه، قال لي المفروض الواحده تعيش مع جوزها في اي مكان. بس وقعدنا في الاوضه وسنه وما دفعش الايجار. من شقه لشقه لشقه لاوضه. من شقه لشقه لشقه لاوضه. وانت راضيه؟ وانا راضيه وقفت معاه في شغله. سؤال لله، سؤال لله بقى، سؤال لله. لما رضيتي بالاوضه كنت راضيه بالاوضه علشان اللي هيبقى معاكي حبيبي القلب، ولا عشان الواقع والظروف الزفت والبت اللي انا جبتها؟ عشان البت. مش عشان ال ال او في اي. لا طبعا. شاطره يا بت، كملي يا حبيبتي، كملي يا حبيبتي.
بس فبعد كده قال لي هجيب لك شقة واختلفنا، لأنه هيرجع تاني مش هي، ومشاكل بقى، ويقول عليا كلام كتير ما بيحصلش، وبيسمع كلام أهله في كل حاجة، يعني يمين يمين شمال شمال، أنا مش موجودة في حياته أصلا. أنا حاولت أغيره كتير، حاولت وديته للدكتور عشان يبطل بس البرسيم. كنت متأكدة إنك قبل الجواز ممكن تغيري، إزاي؟ يعني وانت قبل ما تتجوزيه كان عندك إحساس إنك انت ملكة التغيير وهتغيريه وتخليه ايه؟ انا ما لاحظتش عليه اي حاجه قبل لا كده. طبعا، ما انت ما لاحظتيش، يبقى ما كانش فيه. انا افتكرتك انك كنت عارفة لا وقلتي لا لا، ما بس كنتش ركي عارف. على ما ادخل في حياته والبس له الجلابية الشفتشي اللي ما تخبي ايشي، هغيره يا ماما. ما بيتغيرش بالجلابية الحقيقة يا بنتي. اي حق يعني، انا دلوقتي المفروض ان انا عملت، هعمل نفقة للبنت، قدمت طبعا الاوراق للمحامي. طبعا، امال ايه؟ امال هتعملي ايه؟ طيب بالنسبة للقايمة، يعني حقي انا لا، اعمل ما هو ايه؟ القايمة دي يا حبيبتي، القايمة دي ما دام خلاص قطعت، القايمة دي ما دام البي مضى عليها بقت في رقبته ولازم يدفعها، لأني ما فيش في الجواز قايمة، بس في الجواز مهر، فما كتبش مهر ولا دفع ولا تنيل، فكويس انه كتب ورقة، لكن دي مش دعوة مني لكتابة قايمة. أنا الراجل ده ما ينفعش يتجوز، لا الكتابة هتخليه ينفع، ولا حتى الفلوس لو سرقها وجه حطها قدامي على الترابيزة كوم قد كده زي اللي في الأفلام يخليني أجوزه. الجواز له أركان، وأنا قلت عليها في الموعظة الحسنة وما زلت أكررها، 4 جدران، يعني شقة مش أوضة، 4 جدران، فلوس جاية من عرق جبين نعيش بيها حياة كريمة، أخلاق كويسة، اللي تتوفر فيه هذه الحاجات الثلاثة نجوزه، خلق وباءة يعني قدرة وكسب طبعا، إنما قلت الحب والهوى، أدي النتيجة، اتعلموا حضراتكم. احنا لا بقى ما يجيش حد طائق ربنا ينجينا ويقول ايه كان بتكلم الاستوديو، ما احنا في ناس وان يروا كل ايات لا يؤمنوا بها، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين والله الناس تتعلم. والاخت اللي اتصلت لها عندنا من الاستوديو، ولا احنا بنعرف حاجه اسمها فبركه، ولا الكلام بتاع اللي هو بتسمعوه في برامج او في قنوات، اقسم بالله ما بيحصل محمد.